الرئيس الراحل محمد أنور السادات غير قواعد اللعبة السياسية في مصر إلى الأبد. أنور السادات بطل والسيسي بطل. السيدة الأولى سيدة جيهان السادات. الشعب المصري تفهم الأوضاع. تعتذري عن الاستمرار في الجامعة في الولايات المتحدة هندسة عين. عمري ما تصورت أن أوباما يعمل اللي بيعمل. الرئيس الراحل أنور السادات اتخذ قرار بإبعاد الروس عن المشهد السياسي المصري. زيارة السيسي لروسيا مؤثرة جدا جدا جدا، لأن ما نقعدش إحنا تحت رحمة أمريكا تدينا وما تديناش. حريك من الناس اللي بتفرق ما بين 25 يناير و 30 يناير. أنا بعتبر الاثنين ثورة. السيسي أنقذ البلاد العربية كلها. غدا جيهان السادات سيدة مصر الأولى تتحدث إلى شريف عامر. غدا في يحدث في مصر.